بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور أسامة الصانع، جراح السمنة والترهلات وعلاج الثدي والغدد. حب أن أول شيء أشرح لكم شرح بسيط عن جراحة السمنة كحقائق وأرقام ونتائج وغيرها. في هذه المحاضرة أترككم أيضا طرق الاتصال فيني لمن يرغب في الاتصال، وحكرر هذه في نهاية المحاضرة. طبعا ما لا شك في أن السمنة هي السبب الأول موت البكر حتى تفوقت على التدخين، ويهمنا أن نشوف أن المرضى اللي وزن منهم طبيعي نسبة الوفاة عندهم أقل شيء، في حين لما الإنسان يصاب بالهزال ترتفع نسبة الوفاة لديه، وأيضا الإنسان البدين فتكون نسبة الوفاة عنده عالية وترتفع بارتفاع الوزن. فبالتالي نتكلم عن أنه منطقة الوزن السمنة تبدأ من مؤشر بدانة 30 أو مؤشر كتلة 30 فمن فوقه، فهنا نقول أن المرضى هؤلاء معرضين للموت المبكر، وهنا تأتي أهمية التدخل لعلاج السمنة. طيب، عمليات السمنة هي الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها، لها فعالية وأنها دائمة تدوم فترة أطول. خلينا نشوف الدراسة اللي أمامنا ونشوف كيف أذنت. هذول المرضى نوعين، مرضى قاموا بالرجيم، مرضى قاموا بالعمليات. المرضى اللي قاموا بالرجيم استعادوا وزنهم بعد ما نزلوا في أول 6 شهور، في حين المرضى اللي قاموا بالعمليات نزلوا في البداية واستمروا في النزول وحافظوا على هذا النزول فترة طويلة بعد العمليات. طيب إيش اللي بنستنتج من هذا الشيء؟ نستنتج أن العمليات الجراحية فعالة فعلا في إنزال الوزن، بعكس اللي هي السمنة اللي أدت إلى رجوع الوزن إلى ما كان عليه بعد فترة قصيرة من الزمن. يعني لما نشوف هذول المرضى في أول 6 شهور نزلوا مع بعض، بعدين في 18 شهر اللي بعدهم المرضى اللي هم الرجيم رجعوا، ومرضى السمنة اللي عملوا جراحة أبقوا على الجراحة. فبالتالي هل ندعو كل المرضى لعمل الجراحة؟ لا، فقط مرضى السمنة المرضية نتكلم، وليس مرضى السمنة العادية. طيب، نسبة الشفاء من الأمراض بعد التخلص من السمنة، كل هذه الأمراض سببها السمنة. فبالتالي السكر يشفي في 83% من المرضى، الدهون والكوليسترول في 63% من المرضى، الضغط وأمراض القلب تقل بنسبة كبيرة جدا، الربو والاختناق في النوم أيضا يقل جدا عند المرضى، خشونة المفاصل وثعل اليوريك أسيد داء النقرس، العقم، تكيس المبايض، عدم انتظام الدورة، اختفاء الشعر الزائد، كل هذا يتغير، الصداع وتمدد السائل، وأيضا الاكتئاب أيضا يقل. طبعا لما يقل الاكتئاب تحسن نوع الحياة مع المرضى ونقلل نسبة الوفاة، وهنا أهمية. فبالتالي لستة طويلة عريضة كلها تتغير مع هؤلاء المرضى وتصلح حياتهم تماما. بالتالي السمنة بالفعل هو داء مسبب لكل الأمراض الأخرى. طيب، هل هناك فرق بين الشحوم في الرجل والمرأة؟ نعم، في الأنثى نتقبل أن يكون نسبة الشحم في جسمها أقل من ربع جسمها يعطيها النسبة الأنثوي. إذا زاد الشحم عن الثلث أصبحت المرأة الحقيقة سمينة. في الرجل بس ربع جسمه يصير شحم يتحول إلى بدين، لأن الرجل نتقبل منه لغاية سدس جسمه يكون شحم. فبالتالي نستخلص من هذا السلايد أنه المرأة متى ما زادت الشحوم عن ثلث جسمها أصبحت سمينة، الرجل عن ربع جسمه صار سمين، فسمنة الرجل تبدأ عن معدل أقل، وحنعرف ليش بعد شوية. طيب، هذا رجل وهذه امرأة، اثنين يمكن في نفس الوزن لكن سمنة الرجل مركزة في بطنه، وسمنة المرأة هذه مركزة فقط في الحوض مثل ما نقول، أو نسميها الكمثرية، والرجل اللي هو السمنة اللي زي سمنة التفاحة. هذا الرجل سمنته تؤدي إلى أن كل الدهون اللي في جسمه بتمر على الدورة الكبدية وتمر على الكبد، أو الدورة البابية وتمر على الكبد، فبالتالي كل إفرازاتها تؤثر عليه، ترفع الكوليسترول عنده مبكر، تؤدي لداء السكري مبكر، تؤدي للضغط مبكر، وبالفعل هذا المريض عنده كل هذه الأمراض قبل لا يسوي العملية. في حين المرأة لأنها سمنة في الحوض، هذه المرأة رغم أنها شوي يمكن أعلى بالوزن من هذا الرجل لا تعاني من أي أمراض بسبب السمنة أنها موجودة في المنطقة السفلية من الجسم. فبالتالي سمنة الرجل أخطر، ولذلك دائما نشوف إحنا الرجال لما يكون عندهم سمنة مفرطة نتعامل معهم بصورة أسرع، لأن نخاف عليهم من أمراض القلب والوفاة مبكرة بصورة أعلى. نتكلم عن عمليات الجراحية، أتكلم أول شيء عن التدبيس القديم اللي كان أيام البطن مفتوح واستمر في المنظار. أول شيء بنشيل جزء من المعدة حتى نستطيع ندخل منه الدباسة وندبس المعدة، فالتالي صار المريء ينزل الأكل فقط عن طريق حلقة اللي موجودة هنا بالصورة عندنا، حلقة البيضة هذه الصغيرة، فالتالي ما عندنا غير مجرى واحد، فينحجز الأكل في المعدة الصغيرة اللي نشوفها قدامنا. طيب، لما يحجز الأكل في المعدة الصغيرة اللي قدامنا المفروض أنه ينحجز يشبع المريض ثم يعدي المعدة الكبيرة. اللي نشاهد هذه العملية فشلت لأسباب كثيرة. أول شيء تتمدد المعدة، ثاني شيء التدبيس هذا بيختفي مع الوقت، فبالتالي تنفتح المعدة كلها على بعضها في أغلب المرضى، ولذلك كثير من المرضى هذول أنا عدت عملياتهم حتشوفونها بالنت تنزلها بعض العمليات اللي عدناها.
التحزيم الجديد هو أفضل نوعا ما، لكن نفس الفكرة، قائم على معدة صغيرة فوق تشوف الأكل، ومعدة التحتانية تستقبل أكل المعدة الصغيرة، وحزام بينهم يضيق. هذا الحزام موصول عن طريق أنبوب إلى الجلد. ليه؟ لأنه في الجلد نحط خزان نتحكم فيه في حجم هذه المعدة، تكبير عفوا تحكم في مجال الحزام، نصغره أو نكبر هذا الحزام. فبالتالي بنحط خزان موصول بهذا الأنبوب موصول إلى الحلقة الأصلية. طيب بالتالي أول ما نسوي العملية للمريض ما نعبي الخزان، فالمريض يأكل تمتلئ المعدة الصغيرة يحس بالشبع، ثم ينزل هذا الأكل إلى المعدة الكبيرة تدريجيا، فبالتالي المريض هذا شبعان. هذه هي النظرية. بعد 4-6 أسابيع يتمدد الحزام شوي يرتخي، فبالتالي نحاول نضيقه، فكل فترة بنضيقه لغاية ما نسبب هذا الشبع اللي هو نحجز الأكل في المعدة الصغيرة حتى المريض يحس بالشبع. فكيف؟ بنحقن في الخزان شوية سائل، السائل عن طريق الأنبوب الموصول بيروح إلى الحزام، الحزام فيه أنبوب، الأنبوب هذا البالونة البلاستيكية هذه بتتمدد فبتحصر الحزام أكثر وبتحاول تخليه ضيق. فبالتالي المريض لما بيأكل بيجمع الأكل في المعدة اللي فوق وبينزل ببطء شديد إلى المعدة اللي تحت. طبعا هذا إيش معناته؟ هذا معناته أنه إحنا نقول أنه نستطيع أن نخلي المريض يوقف على الأكل بعد لقمتين. ما وجدنا أنه مرضى لا يتوقفون. ليه؟ لأن يحسون بجوع شديد بسبب المعدة اللي تحت فاضية، وحس ان الغصه والرغبه في التقيؤ بسبب المعده اللي فوق مليانه. فبالتالي ما لاحظت لها نجاح هذه العمليه كثير مع مرضانا، وايضا مرضانا يلجؤون للحلويات والايس كريم والشيء اللين اللي يعدي من الحزام لانه مضايق وحاس بالجوع الشديد. فبالتالي انا اقول تقريبا اغلب المرضى اللي وضعوا هذا الحزام في خلال 10 سنوات تقريبا 90% من وضعوا الحزام اما ازالوه لاجراء عمليات سمنه اخرى، او ازالوه لتضايقهم منه، او ازالوه نتيجه المضاعفات. فقط 10% اللي ابقوا على هذا الحزام واستمروا معه. فلذلك أنا توقفت عن أداء العملية هذه من فترة طويلة جدا نتيجة هذه النتائج المخيبة للأمال. طيب نتكلم عن العملية اللي بعدها اللي هي عملية التكميم. عملية التكميم تقوم على إدخال أجهزتنا من خلال فتحات المنبار، وعادة الفتحات تكون ما بين تقريبا 3-5 كل جراح بطريقته، وأحيانا فتحة واحدة تكون موجودة في السر. بعد ما ندخل أجهزتنا إلى داخل البطن من خلال هذه الثقوب، وتساعدت الكاميرا نتعرف على أجزاء الجسم، عندنا المريء والمعدة موصلين مع بعض، الأكل ينزل من المريء إلى المعدة، لما تمتلئ المعدة يلا يتحرك الأكل منها إلى 12، وبالتالي شعور بالشبع بعد امتلاء المعدة. في عملية التكميم بنصغر المعدة كأنها حجم الموزة الصغيرة، وبالتالي يحصل الشبع بسرعة من خلال لقمتين، وأيضا الأكل بسبب ضيق المعدة يتحرك ببطء، يتم هذا الشبع لفترة طويلة ما بين 3-4 ساعات. مثل ما نلاحظ هنا أن الأكل قاعد يعدي بصعوبة وبطء من المعدة، وبالتالي نلاحظ هنا أنه ما قصينا شيء من آخر المعدة، الجزء الأخير من المعدة، لأن هذا الوعاء اللي بنخزن فيه. المنطقة الوسطى قصينا منها، والمنطقة الأولانية اللي قريبة المريء قصينا منها بكمية كبيرة ومهمة، لأن أغلب الفشل بينشأ عن ترك الجزء الأعلى من المعدة في مكانه، أو أقل منه أيضا ترك الجزء الأخير كبير، لأنه إحنا لازم نحدد كم المقاس اللي نتركه منها. فخلينا نشوف بالصورة اللي بعد شوية. فهذه هي العملية بالمنظار، تتم من خلال فتحاتها. بعض هاي الفتحتين اللي عضتهم لون أنا أشيلهم عادة ما أستعملهم، فبالتالي نستعمل 3 فتحات. هذا مريض عملت للعملية من 3 فتحات، هذه مكان 3 فتحات حسب ما نشاهد. بعد العملية بأسبوع تقريبا تختفي دائما فتحات المنظار، تسامح وما تترك أثر. خلينا نشوف هذه المعدة. أهم شيء التدبيس يكون على انتظام وعلى استقامة. نلاحظ التدبيس كيف متواصل وعلى استقامة حتى نمنع أنه يصير التسريب، حتى توزع كل الضغط على كل الدبابيس. وهذه هنا الحرفنة في إجراء العملية المهمة. فإذا عندنا المنطقة الأولى ما نقص منها كثير، فهذه منطقة ألف اللي أنا أقول نسميها الأنترم. منطقة باء اللي هي الوسط بنحاول نخليها على استقامتها، نقص فيها ما فيها تعرج أبدا. المنطقة الفندس أو المنطقة العلوية من المعدة هنا فيها مركز الجوع، هنا لازم نقصها، وهي أكثر مكان عادة يترك فيه جزء، لأن أعلى البطن ما ينشاف بسهولة وممكن تنشأ فشل العملية عنها. فلما أقيم مريض عمل تكميم وما نجح دائما أنظر هل الفندس أو منطقة F ترك منها جزء كبير، أو منطقة A ترك منها جزء كبير بالخطأ. من النادر أشوف مريض ترك لألف وباء وإف في وقت واحد كلها تركت. وأيضا بنطالع طريقة التدبيس أيضا حتى نحكم من خلالها أن هل كان التدبيس متعرج أو غيره، غير منتظم وما أشبه من ذلك. هذه هي الفتحة الواحدة، كل اللي سويناه جم فتحة من الفلين، وضعنا داخلها من العفو من السفنج، وضعنا داخلها 3 أنابيب اللي مدخل منها اللي هي عمليتنا. فبالتالي احنا ايش بنسوي؟ بنعمل 3 فتحات اللي كنا بنستعملهم مفرقين، جمعناهم في وعاء واحد.
هنا طريقة إجراء العملية نلاحظها الثلاث فتحات الأجهزة داخلة منها، وبالتالي فيها نوع من المضايقة للجراح، لكن إذا الجراح متمكن واختار المريض الصح لإجراء هذه العملية حيستطيع إجراء العملية بدون تعب. هنا براويكم الفتحة الواحدة، فهذا التدبيس من خلال الفتحة الواحدة نلاحظ الآن بدبت من خلال الفتحة الواحدة وقاعد أجري العملية بصورة ميسرة وسهلة، فنلاحظ ما فيها صعوبة إذا كان الواحد عارف بالضبط كيف يجري العملية، ما لن يجد أي مشكلة في إجراءها. ننتقل الآن، هذه فتحة اللي هي الفتحة الواحدة بعد العملية، نشوفها شلون كفتحة صغيرة جدا للمريضة موجودة، وأيضا نشوف هذه هي لما اللي يطلع المريض يطلع عنده غيار مجرد على السر يخفي الفتحة. هذه المريضة بعد أسبوع من العملية جايتنا، طبعا هذا الأثار الكدمات البسيطة اللي موجودة كلها تنتهي مع الوقت ولا تترك أثر أبدا، فبالتالي المريض اللي ما عنده ترهل شديد ننصح بعمل الفتحة الواحدة لأنها ما تترك أثر أبدا وكأنك ما أجريت عملية. طيب ننتقل إلى العملية اللي بعدها اللي عملية تحويل المسار. في عملية تحويل المسار أيضا تتم بالفتحات اللي هي الثلاثة إلى خمس فتحات حسب كل حال وحسب كل جراح وطريقته وحسب بدنة الشخص، فبالتالي ندخل أجهزتنا من خلال المنظار نتعرف على الجهاز الهضمي. لدينا المعدة نحاول نقسمها إلى قسمين، معدة صغيرة تشوف الأكل اللي هي نشوفها هنا بالتدبيس نفصلها، ومعدة كبيرة ما تشوف الأكل. الهدف أن نأخذ الأكل من المعدة الصغيرة ونتجاوز جزء من المعدة الكبيرة والاثنى عشر وجزء من الأمعاء الدقيقة بحدود 30-40 سنتي، ونخلي الأكل يمشي على طول إلى الأمعاء. نلاحظ إذا الأكل الآن حيمشي في اتجاه خاص له اللي هو من المعدة إلى الأمعاء، وفي نفس الوقت العصارة تطلع من المعدة والاثنى عشر والكبد والبنكرياس وتلتقي بالأكل تقريبا بعد متر من مروره في الأمعاء، فبالتالي هذه العملية فيها 4 أمتار من الأمعاء الامتصاص، فما فيها عدم امتصاص زي عمليات عدم الامتصاص لكنها تتجاوز الاثنى عشر، وهذا هو الطريقة اللي تتميز فيها هذه العملية. تجاوز الاثنى عشر خلاها عملية هرمونية تساعد على اللي هو نقص الوزن والشفاء، وأيضا تؤدي نفس طريقة عملية التكميم فإن المريض هنا يشبع بسرعة من اللقمتين. الفرق الوحيد بينها وبين التكميم أنه تجاوز منطقة الاثنى عشر والأوعال الأمعاء اللي هي مهمة لامتصاص الفيتامينات، تخلي هؤلاء المرضى يحتاجون الفيتامينات لفترة أطول من مرضى التكميم، مش بس فترة النزول الوزن لكن أيضا فيما بعد يحتاجون، قد يحتاجون فيتامين B12 وفيتامين دال لفترات أطول، وقد يحتاجون الحديد أيضا. فنركز على هذه العملية أنها عملية ناجحة جدا مثلها مثل عملية التكميم. هذه طريقة إجراءها من الفتحات، بنشوفها هنا بالطريقة الفتحات داخلين أجهزتنا من خلالها. هذا مريض عملت لي بالفتحة الواحدة وفتحة صغيرة على الجنب، لأن الخياطة ما نقدر نستغل من الفتحة الواحدة، ما نقدر نخيط من فتحة واحدة بس، فنضع ثقب ثاني على الجنب حتى نجري العملية من خلالها. العملية اللي بعدها اللي عمليات عدم الامتصاص، هذه العمليات أنا ما أحبذها ولا أحبها للمرضى، قائمة على مبدأ أنه المعدة المريض يقدر يأكل كمية أكبر من الأكل، لكن هذا الأكل ما يختلط بالعصارة اللي في آخرها، فهذه منطقة العصارة اللي هي الاثنى عشر الكبد البنكرياس وهذا مجرى الأكل، ويتلاقون في المنطقة الزرقاء اللي احنا نشوفها تحت الخط الأزرق، فبالتالي يتجمعون تقريبا في 50 أو 60 أو 70 سنتي من الأمعاء بدل 4 أمتار أو 5 أمتار يتم الامتصاص، فهذا المريض الأكل يأكله يسهل بطنه. نشوفها على اليسار نفس الشيء، هذه طريقة أخرى لإجراءها اللي هو بدل ما نقص المعدة بالعرض بنقصها بالطول زي التكميم، وبنستعملها الحقيقة أنه الأكل ينزل من المعدة إلى آخر الأمعاء مباشرة وما يختلط مع العصارة إلا في آخر الأمعاء. خلينا نشوف إيش القصد يعني في آخر الأمعاء. حنشوف الحين مجرى الأكل بعد ما وصلنا المعدة اللي فصلناها عن الاثني عشر، ونشوف كيف الأكل حيختلط مع العصارة. فإذا عندنا مجرى الأكل وعندنا مجرى العصارة، فالأكل نازل كما نشاهد إلى المعدة، تبدأ العصارة تطلع من الكبد والبنكرياس والمرارة ويمشون جنب إلى جنب، ما يتلاقون من البداية زي ما في عملية تحويل مسار المعدة، إنما يلتقون في آخر شيء. لما يلتقون في آخر شيء ويحصل اختلاط بين العصارات، فإذا ما يحصل إلا في 50-60 أو 70 سنتي تقريبا، فبالتالي عملية سكوبينارو اللي هي على اليمين، عملية هس اللي على اليسار يتشابهون في نفس المبدأ اللي هي عمليات عدم امتصاص. الحقيقة أغلب الفضل لنجاح عملية التكميم يعود لعملية هس، لأن عملية هس كانت في البداية هي تكميم وتحويل في نفس الوقت، وجدوا أنه خلينا نسويها على مرحلتين، نعمل تكميم أول شيء بعدين نعمل التحويل. أغلب المرضى اللي عملوا التكميم ما رجعوا يعملون الخطوة الثانية اللي هي التحويل لعملية عدم الامتصاص،
فاكتفوا بالتكميم وبدأنا نضيق التكميم ونسوي تكميم ضيق فينزل المرضى نزول ممتاز، فتوقفنا عن أداء عملية هس أو عملية السويتش نسميها، وأيضا عملية سكوبينارو اليوم تقريبا في رغبة أقدر أقول شبه عالمية في محاولة تقليلها وتضييقها لأقصى